نبدأ بالسؤال الأول، كيل لو تيتر دو سو بويم، ما هو عنوان هذه القصيدة؟ عنوان هذه القصيدة هو فواياج. لو تيتر دو سو بويم اي فواياج. دابري لو تيتر اي لي زيماج دو كوا ساجيتيل دون سو بويم، من خلال العنوان والصور على ماذا سوف يتحدث النص؟ غنديرو الاجابه D'après le titre et les images, il s'agit dans ce poème le voyage ou bien les moyens de transport pour voyager. Voyage. Aspar. Je voudrais faire des voyages. أريد أن أقوم بأسفار. Ou la rahalat. Aller très vite, aller très loin. نمشي بسرعة, نمشي بعيد. Je voudrais voir tous les rivages. أريد أن أرى جميع الشواطئ. Des mers que je ne connais point. Ou le bihar التي لا أعرفها أبدا. Mais je n'ai qu'une patinette et un petit cheval de bois. ولكن ما عنديش غير patinette. Patinette هي trottinette. Et un petit cheval de bois. واحد الحصان من الخشب. Le cheval a mauvaise tête. الحصان عنده رأس سيء. La patinette fuit sous moi. والتروتينيت كتهرب من تحت رجليا. Si j'avais une bicyclette, كون عندي دراجة, j'irais dès le soleil levant. غنمشي كي طلع الشمس. Par les routes blanches et nettes, عبر الشوارع ولا الطرق البيضاء الصافية. J'irai plus vite que le vent. غنمشي أسرع من الرياح. Si j'avais une automobile, لو كانت عندي سيارة, je roulerai au clair matin. سوف أقودها في الصباح الباكر. Je roulerai de ville en ville. سوف أقود من مدينة إلى مدينة. Jusqu'au Muril de Pékin. إلى سوق سور الصين العظيم. Je voudrais une paire d'ailes. أريد زوجا من الأجنحة الجناحين. Pour m'envoler au ciel profond. لكي أطير في أعماق السماء. Parmi les vives hirondelles. بين الطيور. واحد النوع ديال الطيور سميتو هيرونديل. Qu'on me donne un petit avion. باش يعطيوني طائرة صغيرة. Ou bien des bottes de cet lieu. Ou ahdiya sihriya. واحد النوع ديال الاحذيه سحريه سميتهم دي بوت دو سيت ليو. كما تلاحظوا في الصوره هادو هما لي بوت دو سيت ليو، هي احذيه سحريه اللي كيلبسها كتجي قدو وكي ممكن من خطوه لخطوه تكون في مدينه، كل خطوه تكون في شي دوله وفي شي ولا في شي مدينه بغيتيها. دابا نحط لكم القصه ديال بوتي بوسي مع دي بوت دو سيت ليو، غتلقاوها في الاخر ديال الفيديو. غنحط لكم القصه ديال لي بوت دو سيت ليو و لو بوتي بوسي في الاخر ديال الفيديو. او بيان دي بوت دو سيت ليو كار جو سوي ان بوتي بوسي كي فوا باسي دي شوز بلو كوم سي لونشانتور باسي. ننتقلوا للصفحة 35. Que veut faire le poète؟ ماذا يريد أن يفعل الشاعر؟ Le poète veut faire des voyages. الشاعر يريد أن يقوم برحلات ولا أسفار. هل يمكن للشاعر أن يقوم بالسفر؟ ولماذا؟ Le poète ne peut pas voyager parce qu'il n'a
qu'une patinette et une petite un petit cheval de bois un petit cheval de bois il khata fi الكتابة. سؤال رقم 3 quels sont les moyens de transport cités dans le poème غنستفو ولا غنذكروا les moyens وسائل النقل اللي مذكوره في القصيده كاينه بيسيكليت اوتوموبيل تبعها افيون الرابع combien y a-t-il de strophes dans ce poème dans ce poème il y a 6 strophes strophes في لي تيكست هما الباراغراف هما الفقرات وبالنسبه للشعر كنقولوا ستروف لي بويم كنهضروا على لي ستروف ستروف هو المقطع الشعري شحال من مقطع عندنا عندنا 6 مقاطع شعريه السؤال الخامس والاخير في الصفحه 35 فيه كومبيان ياتيل دو فيغ دون شاك ستروف فيغ هو البيت الشعري شحال من بيت شعري عندنا في كل مقطع dans chaque strophe il y a 4 vers في كل مقطع شعري كنلقاو 4 ديال الابيات حتى هنا غنكونوا سالينا التمارين ديال الصفحه 34 و35 دابا غنخليكم مع القصه ديال لي بوت دو سات ليو او لو بيتي بوسي باش تكون عندكم فكره